باسكو المرا هادي اي عاشت معاك وجابت لك دراري وخدمات بزاف ومن بعد كي تمرض تخلى عليها ماشي رجله. بالنسبه ليا راجل اللي تخلى على مرتو بسبب مرض اللي قادر ربي هو ثاني يبتليه به ماشي راجل، وهذا اثر الامن عند ربي، واي هو كابابل يجيه مرض وقادر توقف معاه. ماش فيه كونتر انسان يتخلى على مرتو كي تمرض ولا يصرى لها اي حاجه ولا الدنيا موت كيما يقول لك، كيما هي وقفتها قادره كيما هي قادر وقفتها معك في الصعوبات كاع اللي كنت عايشهم ملي بديتي معاها، كيما قاد لازم توقف معاها نتايا. نقولوا للناس هذو اللي راهم يخموا هذا تخمام نيجاتيف، يلا نقول لهم الله يهديكم. حاجه قدرها ربي نورمالمون يرضى بها عادي. تابع كملت معاها نورمالمون بريمي بارتيك معاها ولي راجله وباين بهضرته. يعني بنتك لو كان مرضت بنتك واش تخلى عليها ولا ترميها؟ كيف تقدر تخلى على الزوجة تاعك؟ يعني هي في هذاك الوقت كيفاش تساندها؟ كاين مثل اللي يقول باللي المرأة تاع الصح تبان كيف نس راجلها، والراجل تاع الصح يطيح يبان كيف مرض مرته. كي اللي يتزوج مرته باش يديرها كشغل خادمة، هذا باين باللي تصرى لها أي عفسة صغيرة ولا تجرح من أي بلاصة قادر يتخلى عليها في أقرب لحظة. كي اللي يتزوج مرته على حب على ثقة على كاين بزاف عفايس، وهذا مستحيل تخلى على مرته بأي سبب من الأسباب، بالعكس تنوم يزيد يبين الحب تاعو المرأة تاعو بيوقف معها في الذرة قبل السرة. هذه حاجة تاع ربي، يعني اللي ما يأمنش مكتوب ربي كامل. أنا في الشغل ما نقدرش ندير فيه كوبي، يعني اللي ما يوقفش معايا في ضربة طيحة أخي ما ندير فيه.